جزئية الوجوه الجديدة، مروان حمدي رأيك فيه إيه؟ وهل يستحق فعلا يروح منتخب مصر؟ بص، أنا ضم مروان حمدي بالنسبة لي رسالة مهمة لكل لعيبة مصر. أيوة. أنا ماليش دعوة الهيستوري إيه. من شهرين كان مروان حمدي واحد من المغضوب عليهم، ده راجل أقل منه يلعب في نادي الزمالك، ده راجل أقل منه يلعب منتخب مصر. في شهرين بالظبط، أقل من شهرين كمان، راجل بيبقى هداف الدوري، 3 أهداف، متألق صناعة أهداف، حتى في مباراة الاتحاد السكندري بيصنع أكتر من هدف. فكارلوس كيروش بيوجه رسالة لكل اللعيبة، أنا مش دعوة بالألوان، مش دعوة بالأسامي، ماليش دعوة بالتاريخ، أنا ليه دعوة قدامي دلوقتي. مروان لو شفنا الصور اللي معانا هنلاقي إن مروان مقدم في 3 مباريات أداء مبهر جدا جدا جدا. لكن هل ده كافي ان هو يخش ويلعب اساسي في منتخب؟ يعني دي مثلا ده البروفايل بتاع مروان حمدي في الدوري السنه دي. لعب 3 مباريات، بدا 3 مباريات، احرز 3 اهداف في الثلاث مباريات. مروان دي صوره قديمه، صورة قديمة هو لسه صغير. حط شويه صور انت. يعني بنحاول برضو ايه ندوخ الراجل، هو ده اللي عندك ولا لا؟ احرز 3 اهداف في 3 مباريات، الاكسبكتد جولز بتاعته او الاهداف المتوقعه 2.3، يعني اقل حتى من الاهداف اللي احرزها. أيوة. المهم كمان التسديدات، الراجل سدد 7 مرات في 3 مباريات. اللي ما بين القائمين والعارضه 5 مرات في 3 مباريات. اللي بيحتاج تسديدتين، كل تسديدتين بيحرز هدف. الاسيستات 1، عامل اسيست في 3 مباريات، فبالتالي هو مساهم في 4 اهداف في 3 مباريات. الاكتر من كده ان عامل 2 كي باس وخلق 3 فرص. فكمية المشاركة الهجومية ما بين أهداف متوقعة وأهداف فعلية وصناعة أهداف قام عالية جدا جدا، وفرص اتصنعت لم تتحول لأهداف. لأن خد بالك ممكن تبص على الكي باس والكرييت شانس، لأن المهاجم التاني هو اللي لم يوفق، لكن صح. انت عملت اللي عليك بالزبط. فبالتالي بالزبط. دي أرقام مهمة جدا للعيب بيعيد اكتشاف نفسه. صحيح. الشكل ده مع الأداء، وصغير على فكرة مروان، سنة صغير بالظبط. يعني فبالتالي احنا بنتكلم في 24 سنة تقريبا بالزبط. فبنتكلم في لعيب، ودي نقطة مهمة كنت انت خدتني ليها، ان احنا حتى لو بصينا القوام قائمة كارلوس كيروش ابراهيم، هلاقي ان انت مثلا في مركز حراسة المرمى حاطط محمد صبحي ومحمود جاد. ايوه. 2 للمستقبل. صح. هل في حد عنده خلاف ان الشناوي ابو جبل هم الاساسي والاحتياطي؟ مفيش، لكن واخد 2 باك اب للمستقبل. خط الظهر حط احمد ياسين، مع ان احنا عارفين ان في الونش وفي حجازي وفي كذا وفي محمود علاء، بس حط احمد ياسين بيديله صفة اللاعب الدولي. في خط الوسط امام عاشور، شويه عليه علامات استفهام في الفتره اللي فاتت، ولكن يبقى لاعب دولي كان مع المنتخب الاولمبي، هاتهولي. ودايما لو تفتكر، لو يعني لو تلاحظ ان في مدربين المنتخبات، في مدربين يقول لك هاتوا انا هعرف اظبطه. أيوة. انا هعرف اطلع منه احسن حاجه. كان كابتن الجوهري بيعمل كده مثلا مع ابراهيم سعيد. صح. كان بيبقى عنده مشكله وياخده ويلعبه اساسي. كابتن حسن شحات عمل نفس القصه برضه، وكابتن حسام حسن، كابتن حسام حسن لو ما بيلعبش ماتشين في الموسم كابتن الجوهري يجيبه يطلعه هداف البطوله. على طول. حتى بره لوكاس بودولسكي مع المانيا، وحش قوي مع النادي، يروح مع المانيا تقول الراجل ده ازاي ما بيلعبش اساسي في ناديه. فممكن يكون هو الراجل بياخد لعيبه يبص عليها ويعمل باك اب حتى في هامش السن، منهم بقى مروان حمدي في خط الهجوم. فانت في ال3-4 خطوط اللي عندك، حراسه المرمى، خط الدفاع، خط الوسط، خط الهجوم، الراجل عامل باك اب بلعيب صغير في السن. أيوه. فده شيء مهم جدا. عشان كده الارقام بتاعت مروان حمدي في 3 مباريات جيدة جدا وأرقام مهمة جدا. الصورة دي برضو مهمة بالنسبة لي عشان نشوف ممكن الراجل يستخدم مروان فين. طب الراجل ساعات ممكن يحب اللعيب المهاجم اللي يخرج بره ال18، لا، مروان تارجت مان جوه ال18. دي تسديدات مروان في الدوري من بداية الموسم، والإحصائيات اللي فاتت دي بالمناسبة من بداية الموسم مع سموحة، يعني في 3 مباريات، ودي تسديداته من بداية الموسم كلها جوه ال18 بالظبط. فأنت بالتالي عندك حل تاني للعيب تاني لبروفايل تاني غير شريف، غير صلاح، غير مصطفى محمد. فده شيء كويس جدا ان يبقى عندك الفرايتي وعندك التنوع. وساعات بتلاقيها بتفضى كده، عندك بردت كده وما تلاقيش حد، ما تلاقيش لاقي حد. فكويس ان انت عندك 1 و2 و3 و4. ده اللي انت بتقول، عارف اللي هيخدمك المعسكر ده حتى. صح. لو ما لعبش، لو احتاجته بقى بعد معسكرين هو مش غريب عليك. صح. حتى لو ما لعبش الماتشين دول مش مشكله، وده اللي تفتكر كان بيعمله كابتن حسن شحاته بالظبط. فتلاقي لعيب جاي فجاه، يعني انا افتكر كابتن محمد ناي جدو، الناس بتقول له كاس افريقيا، قال لهم على فكره مش اول مره، كنت انضميت بس ما لعبتش. يعني انضميت، يعني 2010 ما كانتش اول مره، انا انضميت بس ما لعبتش. هو ده المدير الفني. عشان كده هتلاقي قائمه كيروش دايما 24 لعيب منهم 4 حراس مرمى. ليه 4 يا عم؟ هم انا لازم يبقى معايا حد كده، وفي قوام 10 11 بره دول الباك اب بتاعي. فانا بشوف ان هي قائمه الراجل بيدي فيها رسائل، تحرك فيها بشكل كويس. مروان حمدي زي ما انت بدات السؤال، مروان حمدي رساله لكل اللاعبين، وانا بشوف ان بال3 مباريات دول هو يستحق انه يكون على الاقل اقل شيء في المعسكر، راجل يشوفه ويحتك بيه مباشره.